تشرب ايه يا استاذ راتب؟ الحمد لله يا بنتي، انا صايم. مدام فوزية جاية ورايا حالا. اهلا يا استاذ راتب، اتفضل اقعد. قلقتني. خير؟ عايزني في ايه؟ انا بعتذر عن تقصير الاسبوع اللي فات، حضرتك عارفة الظروف اللي انا فيها. انا مقدرة وما تفتكرش ان انا ساكتة. موضوع امامها صعده لاعلى مستوى لحد ما اعرف هو فين. انا شفت امامها مدام فوزية، امام معتقل. وعمل ايه عشان يعتقلوه؟ ده موضوع كبير قوي مدام، بس انا مش جاي لحضرتك عشان الموضوع ده. امال عشان ايه؟ اللي خلاني اشوف امام ابني كتر خيره، فارس بيه مساعدتك. فارس؟ وايه دخل فارس بالموضوع ده؟ وايه اللي وداك عند فارس؟ الاستاذ جميل هو اللي وداني. حقيقة الراجل حس بالنار اللي جوايا، حب يساعدني باي شكل. والحقيقه ان فارس بيه مقصرش في اي حاجه، واهتم بالموضوع جدا، والموضوع تقريبا خلاص هيخلص. ولما الموضوع خلص عاوز مني ايه؟ انا بقول دي فرصه للم الشمل من تاني. والحقيقه ان فارس بيه فاتح دراعاته، مستعد يعوض سعادتك عن السرير اللي فاتت كلها. وفي الاول وفي الاخر انتوا اسره واحده، وان كان الشيطان دخل بينكم مره فربنا قادر يهدي الجميع وننسى كل اللي فات ونبتدي صفحه جديده بقى. استاذ راتب، احنا عشرة 30 سنه، انا فاهمك كويس. انت راجل طيب ومسالم وما بتحبش المشاكل، انا عارفه ده كويس. انما اللي بتقوله ده مش هو اللي جواك. فارس طلب منك ايه قصاد انه طلع ابنك من المعتقل؟ اتكلم يا استاذ راتب. ارجوك ارجوك يا مدام فوزية ارحميني، اسرتي كلها هتتدمر والله. اتكلم يا استاذ راتب. فارس ايه اللي عايزه منك؟ ايه اللي طلبه منك عشان تجيلي دلوقتي؟ عاوزني احول التوكيل اللي سعادتك عامله لي لصالحه هو. عايز يسرقني وانا لسه عايشه على وش الدنيا؟ لا يا مدام فوزية، فارس بيه متعاطف معاكي وعاوز يريحك من المشاكل اللي انت فيها، وحياه ابن امام هو قال لي كده. وانت رايك ايه يا استاذ راتب؟ انا ما اقدرش اخون الامانه حتى لو كان الثمن حياه ابني الوحيد اللي ماليش غيره. انا عارف ان فارس بيه واصل، وانه قادر بكلمه يخرج ابني من كل اللي هو فيه، لكن الكلمه دي هيبقى تمنها غالي غالي قوي. انا هروح له دلوقتي وهقول له ان انا مش هقدر، بس ارجوكي ارجوك يا مدام فوزية ما تجيبلوش سيره ولا تقولي له ان انا جيت لحضرتك. واذا كنت هخسر تعاطفه معايا ومساعدته ليا مش مهم، المهم بس ان انا ما اكسبش عداوته. لو عليا انا مش مشكله، المهم ان مبني فاشت. السلام عليكم. الحمد لله. حتى يوم الجمعة عندك ناس، نفسي يا رب يوم اقضيه معاك من اوله. معلش يا حبيبتي، هو كله متحوش لك في الحصالة. انتي أغلى حاجة في حياتي يا هاني. بقى عليك كتير قوي يا فارس. معلش، هانت قوي. انا كنت قاعدة في كافي شوب كده مع صحابي وشفتك طالع في برنامج في التلفزيون. عجبتك؟ واحدة من صحابي قالت عليك زي القمر. صحيح؟ انا كنت هاكلها بسناني، بس انا مسكت نفسي بالعافية. تعالي تعالي بقى افتحي لي باب الجنة عشان اروح على النار. ما انت في الجنة، حد قالك تسيبها؟ على عيني والله. ازيك يا كمال؟ صبري بيه. اهلا يا فندم. عامل ايه مع الباشا؟ تمام يا فندم. اوعى تكون مزعل الباشا، اقطم رقبتك. انا اقدر يا فندم. فارس بيه، ازيك يا عم راتب؟ الحمد لله يا باشا، شويه كده وهفضل. انا جيت في الميعاد بالتمام يا فارس بيه. تعالى يا صبري. اتفضل سعادتك يا باشا، دي التقارير لسعادتك. 13
هبص فيهم بس مش دلوقتي. انا عايزك تكلمني بشكل عام عن اداء الوزاره في الفتره اللي انت مسكت فيها مكتب معالي الوزير. الحمد لله يا باشا، كل شيء مظبوط. احنا كنا فين وبقينا فين؟ كل شيء كل شيء يعني اكيد يا باشا في بعض التجاوزات البسيطه، بعض الهفوات في بعض المواقع، بس سعادتك عارف. شوف يا صبري، احنا مش بنحاول لا سمح الله ان احنا نتصيد الاخطاء لمعالي الوزير ولا بنحفر وراه. احنا دورنا ان احنا نعرف اماكن القصور علشان نقدر نتداركها في الوقت المناسب قبل ما غيرنا يلتفت اليها. انا فاهم طبعا يا باشا. انت عارف ان معالي الوزير كبر في السن ومش هيقدر يتابع كل كبيره وصغيره في الوزاره، كان الله في عونه. في مثل انجليزي بيقول بعض الناس اذا وجدوا الخطأ كانهم حصلوا على كنز دفين. احنا بقى دورنا ان الكنز ده يفضل دفين ومحدش يعرف مكانه غيرنا احنا. تمام يا باشا تمام. افتح بقى الكنز وقولي فيه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، صدق الله العظيم صدق الله العظيم. أنا آسف يا فارس بيه، أنا آسف إذا كان خروج ابني مشروط بإني أخون الأمانة اللي الست والدتك أمنتها لي خليه في المعتقل، وربنا معاه بقى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. السلام عليكم. ازيك يا كمال؟ الباشا جوه؟ أيوه يا ربي، بس في اجتماع، حدي له خبر إن سيادتك فين. الله، ازيك يا عم مراد؟ ايه الاخبار؟ حضرتك عامل ايه؟ بخير تمام؟ ايه طمني على امام، خرج ولا لسه؟ لسه لسه يا روف يا ابني لسه. ليه بس؟ هو مش فارس قال انه هيخرجه؟ اللي يريده ربنا هو اللي هيكون ان شاء الله. اتفضل يا روف. ايه؟ بعد اذنك يا عم مراد. هما خمس دقايق يا ريس وهمشي على طول. انا مش هعطلك، انت عندك بس لقيت وانا عارف. في يا رؤى، عمال تديني في تليفونات من الصبح وانت اما بتفرك وتتنطط كده بعرف انك انت عامل مصيبه كده برضه. وقدام الاستاذ صبري معلش، انت برضه اخويا الكبير. طيب استاذن انا يا فارس بيه واسيبكم تتكلموا على راحتكم. خليك يا صبري، انا لسه مش عارف البيع عايزني في ايه. انا عايزك تشوف الغلب اللي انا عايش فيه. اقعد امر يا استاذ رؤوف. استاذ صبري مننا وعلينا. انت بتحرجني بقى قدام الاستاذ صبري، انما انا بقى وشي مكشوف وما بتكسفش. عايزك تتكرم وتتعطف وتفقعني شيك كده من شيكاتك الحلوه ب 15000 يورو. افقعك؟ والله انت اللي بتفقعني. 15000 يورو؟ ليه؟ عاوزهم في ايه؟ تكونش بلاويك وصلت الاتحاد الاوروبي؟ والله العظيم يا فيرو انا ما جيت لك غير لما كل اللي بيسلفوني قلبوا عليا فجاه، معرفش ليه. يا راجل في الاخ الفضيحه دي. خلاص بقى يا فيرو ما تقعدش تقطم فيا. وما تنساش ان انا فنان ومرهف الحس، ممكن اكتئب واتقوقع والحاني كلها تبقى كئيبه بقى. هو انا شايف لك الحان ولا اي حاجه اصلا؟ كله متكيس لغايه لما تيجي اللحظه المناسبه وموهبتي دي تنفجر وكل الناس تمشي في الشارع وتشاور عليك ويقولوا اخو رؤوف اهو، اخو نجم مصر اهو. حاضر يا رؤوف، هديك المبلغ، بس المره دي بقى هخليك تمضيلي على وصل. وصل؟ ليه؟ انت هتوديني النيابه ولا ايه؟ لا، علشان لما تيجي تستلف مني المره الجايه اروح مطلع لك الوصل واقول لك شايف انت المره اللي فاتت واخد كام وامتى. اللي تشوفه يا باشا. روح لكمال خليه يكتب لك الشيك وهتقول عشان امضي. ربنا يخليك لمصر يا نجم مصر يا نصير الغلابه والمفلسين. صحيح الاستاذ راتب كان قاعد بره، انت كنت عايزه في حاجه؟ يا ده انا نسيته خالص، ابعتهولي. معلش يا صبري، خلينا اخلص الموضوع ده كمان. النهارده المكتب فاتحينه سلفيات وخدمات. خش يا باشا، عم راتب شكلها متسهله قوي النهارده.
الو. ايوه يا فندم. اسمع يا راتب، انت قابلت الولد ده ولا لسه؟ طب اسمع، اديله كل اللي عايزه، حول له كل الارصده بموجب التوكيل اللي هو معاك، ما تناقشنيش، اعمل اللي بقولك عليه. حاضر حاضر يا فندم. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. اتفضل يا استاذ رضا. يا عم راتب، ايه الزيارة المفاجأة دي؟ احنا مش كان معانا يوم الحد؟ ايوه فارس بيه، بس انا جاي لسعادتك النهارده عشان اقول لك ان انا مستعد انفذ لك كل اللي انت عايزه. طب كويس، انا كنت واثق انك انت هتفهم. هو امام ابني، هيطلع امتى؟ يوم الحد برضه. يعني ما ينفعش النهارده؟ المسألة مش ببساطة دي يا عم راتب، هو في فندق ده في معتقل. ان شاء الله يوم الحد هيكون بايت معاكم. ده رقم حسابي في البنك، هتحول لي الرصيد كله وتكلمني في التليفون وهم في البنك هيبلغوني. هي عندها كام في الرصيد يا عم راجل؟ يعني حوالي 6 مليون وكسور. بس؟ ايوه بس. معقوله ضيعت كل الفلوس دي؟ لا، ده المبلغ اللي مسموح لي اتحرك فيه بموجب التوكيل اللي عامله لي. طيب يا عم راتب، اتفضل انت، معادنا يوم الحد ان شاء الله. تمام يا فارس بيه، اتحول لحساب سيادتك دلوقتي 6,241,000 جنيه. انت تؤمر يا باشا. الاستاذ راتب عايز يتكلم حضرتك. اتفضل يا استاذ راتب. ايوه فارس باشا، اروح على الامام دلوقتي ولا اروح فين سعادتك؟ اروح على البيت. حاضر هروح على البيت، بس والنبي والنبي ما هوصل سعادتك تاني، أرجوك أرجوك يا باشا أرجوك. لا لا لا، ملهاش حق ست الدكتورة في كل اللي أنت بتقوله يا أستاذ. ده تبيع شقة زي دي؟ ده هي دي اللي أنت طلعت بيها من الدنيا، تتصرف فيها إزاي؟ النصيب بقى يا محرز. وخلصت فيها؟ إن شاء الله بالليل نمضي العقد ويجيبوا الفلوس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ده عشان إيه؟ عشان قضية مش عارفين هنكسبها ولا نخسرها. مدام فوزية عايزة حضرتك يا استاذ جميل. طب يا ابني انا جاي وراك، اتفضل انت. الله يكون في عونك يا استاذنا، الله يقطع العيال وقرف العيال، مهما عملت لهم ولا يطبر فيهم. ايوه مدام فوزية. تعالى يا استاذ جميل. يومين ما تكلمنيش يا استاذ جميل، وبص بص تهون عليك برضو. خلاص يا ابو سينا، اللي انت عايزاه انا هعمله لك. مدام فوزية عندها مشاكل كتيرة ومش فايقة لنا. ابو سينا حكيت لي على الموضوع وانا في صفها. ابو سينا في معركة، لو انسحبت هتفضل طول عمرها ندمانة انها ما كملتش للاخر. والله يا بابا انا عارفة قد ايه حضرتك تعبت معايا لغاية ما جبت لي الشقة دي، والشقة دي كمان غالية عندي جدا زي ما هي غالية على حضرتك بالظبط. وكمان يا بابا انا عمري ما هقبل افرط في الشقة دي وحضرتك زعلان مني. هي شقتك انت يا ابو سينا، وانت حره تتصرفي فيها زي ما انت عايزه، انا ماليش فيها اي حاجه. الشقه دي مش هتتباع، وانا لا يمكن اقبل انها تتباع. امال هنعمل ايه بس يا مدام فوزيه؟ انا هدفع اتعاب المحامي والقضيه، القضيه دي قضيتي انا. لا مدام فوزيه، كفايه الاعباء اللي على حضرتك، الحمد لله احنا مستورين، كفايه جمايلك اللي انا مش عارف اردها من زمان قوي. انا مش بقدم لك احسان يا استاذ جميل، المبلغ هيتخصم من مرتبك كل شهر لغايه ما ابو سينا تتخرج وهي هتشتغل وتسدد بعد كده. لا معلش يا مدام فوزيه سامحيني، وانا بشكر حضرتك طبعا على تعاطفك معانا ده، واذا كان يعني هنتصرف في شقه ابو سينا، ما انا شقتي موجوده وهي بتاعتها برضه، وانا يعني كنت هخلل فيها. يا استاذ جميل احنا في موقف ولازم نحله، الحساسيه المفرطه بتاعتك دي
مش وقتها دلوقتي. البنت لازم تسالي. اه انا كمان فوزيه. سلام. اي 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 حاسه بايه؟ سلام سلام. رجلي اتلهت مش قادره احطها على الارض. يا خبر. لا سلامتي، انا هروح اشوف دكتور حالا. ايوه لازم ترتاحي اسبوع على الاقل يا مدام، يعني تتحركي في اقل الحدود الممكنه. حضرتك جوزها؟ انا لا انا في مركز اخوها بالظبط. وحضرتك بنتها؟ لا يعني مش عايشين معاها؟ لا انا عايشه لوحدي يا دكتور. في ايه؟ حضرتك مريضه سكر وعندك التواء في عنق رجلك، يعني محتاجه حد يراكي. يبقى نقلك مستشفى بقى. لا انا مش عايزه اروح مستشفى، مش هسيب البيت. طب ما عندكيش شغاله قاعده معاكي؟ شغاله في اجازه وراجعه بعد 4 ايام. انا هقعد معاها يا دكتور بعد اذن حضرتك يا مدام فوزيه، بس حضرتك يا ريت تقول لي التعليمات وانا هنفذها بالملي. يونس يونس امرني يا استاذ جميل. طلع دول عند مدام فوزية، هتقابل الدكتورة بوسينة سلمهم لها. دي بنت حضرتك؟ ايوه. ربنا يخليها لك ويخليك لينا يا راجل يا طيب. كتر خيرك كتر خيرك. ايه رايكم بقى يا جماعه ان قناه فاميليا دي وشها حلو علينا كلنا؟ بذمتكم بقالنا قد ايه ما خرجناش احنا الاربعه مع بعض؟ والله لو كنا نعرف كده كنا شاركنا من زمان. احسن حاجه حبيبتي تعمليها بقى عشان تقصقصي جناحات جوزك انك تشغليه معايا. الراجل لما بيحط فلوسه في حته بيلبد جنبها. بس انا جوزي مش شريك، يعني لسه برضه ليه جناحات. مش شريك ايه؟ طب هو يقدر يقول لا؟ شريك طبعا، وكل الشركاء جايين عن طريق. هو انا وانت هنقعد نتكلم كده لوحدينا؟ هو مش بيرضوا ليه؟ ايه يا بهوات، هو احنا خاطفينكم؟ ما تاخدوا تدوا معانا كده في الكلام يعني. هو انتوا مديلنا فرصه؟ ده انتوا من ساعه ما قعدتوا وانتوا نازلين راغي راغي. ما تتكلم يا عمرو. صدق يا فارس، اهي القناه دي هي الشغلانه الوحيده المناسبه للاثنين دول، هياكلوا دماغ الناس بدل ما ياكلوا دماغنا احنا. ماشي. يلا بقى يا طنط، عشان الانتيبيوتيك اللي حضرتك بتاخديه ده يهد الحيل، ولازم تاكلي كويس. متشكره يا بوسينا، انا تعبتك معايا. تعرفي يا طنط، بابا لما كان بيكلمني على حضرتك كنت بحس ان انا بنت حضرتك مش بنت بابا. اصل بابا انسان هادي كده ورومانسي وطيب جدا. انت كمان طيبه ومن بيت طيب. بس انا برضو زي حضرتك ما اقدرش ابدا اشوف حاجه غلط واسكت. الساكت عن الحق شيطان اخرس. الو مدام فوزيه، مين عاوزها؟ الاستاذ راتب دهون. ايوه يا استاذ راتب، طمني ايه اللي حصل؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا مدام فوزيه وما يحرمناش منك ابدا. امام رجع. ايوه في البيت قاعد قدامي اهو، وهو هيشكر حضرتك. خد يا امام، كلم الست فوزيه بسرعه بسرعه. جزاك الله كل خير يا مدام فوزيه، واللي عملتيه ان شاء الله يتحط في ميزان حسناتك. ربنا يخليك، الولد معاك اهو. ايوه مدام فوزيه، انا عارف يا مدام ان الثمن اللي حضرتك دفعتيه عشان امام ابني يخرج كان ثمن غالي قوي، لكن ربنا يقدرني واقدر ارد جمايلك كلها. يا سيدي انا اتفقت معاك على سعر الشقه وحضرتك وافقت، جاي دلوقتي بترجع في كلامك ليه؟ ما ساعة البيع والشراء الفلوس بيبقى لها وضع تاني بيطلع لك. يا استاذ البيت قديم والشقه عايز شغل جامد. وهي العماره ادمت بين يوم وليله؟ ما هي كانت قديمه واحنا بنتفق. اصل انا ما كنتش سالت على الاسعار في المنطقه. ايه شغلانه يا ابني؟ ما احنا خلاص قلنا كلمه واتفقنا ورينا الفاتحه، هو ليه بيقل؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا يا رؤوف يا ابني. معلش يا استاذ كنت عايزك في 200 كده على الفاضي. قوي قوي تحت امرك يا مؤاخذه رجاله. اتفضل يا استاذ. اتفضل. كويس انك جيت. الست والدتك رجلها اتلوت النهارده الصبح وعملوا لها رباط ضغط، يا ريت تسال عليها. طيب وهي كويسه؟ كويسه، وبوسينة قاعده معاها هناك في البيت. طب انا عايز اعرف ايه القعده دي بقى؟ بتعمل ايه من ورايا يا استاذنا؟ دي تالت مرة جاليك قاعد مع الناس دي، وأول لما بتشوفني بتدانا مني، كأنك مش عايز نعرف أنتوا بتقولوا إيه. اسمع رؤوف يا ابني، أنا مضطر أبيع الشقة بتاعت بوسينة عشان أوفر لها فلوس،
تساعدها في القضية اللي رفعها في فرنسا. وانا يا أستاذ جميل هبقاني كده في ثانية؟ يعني بات بعد كده في الشارع على الرصيف؟ ما تقولش كده، ما انت هترجع تقعد معايا تاني. طب الراجل ده عرض عليك كام؟ عمال يلاوع كل مرة يجيني بسعر، بيصطاد في المياه العكرة. طيب لو انا عايز اشتريها مش انا اولى يا أستاذ جميل؟ الله يا رؤوف انا ببيع وانا بتقطع. هي مش المشكلة، اتعامل محامي ومصاريف السفر بتاعت بوسينة. اتفضل ادي 15,000 يورو. وجبتهم منين دول؟ انت اتكلم. طب ماشي الراجل بس وبعد كده احكي لك على كل حاجة. لازم تكون عملت مصيبة عشان تجيب مبلغ زي ده. ولا مصيبة ولا حاجة، انا استلفتهم من فارس اخويا. خدهم يا استاذنا وخلي شقتنا معانا، وبكرة لما تفرج برجعهم لي. ايوه بس ما تبسبسش يا ريس، انت مش بتعتبرني ابنك ومربيني ومديني نجمة في كراسة؟ هو الابن لما يقف مع ابوه في ايه بقى؟ فيها يا استاذنا. اتفضل خدهم يا استاذنا. يا معلم قول للاخ اللي قصادك ان الشقة مش للبيع. امر يا باشا. مدام فوزية فوق يا ابني؟ ايوه يا باشا، بس ابعد عنك رجليها اتلوحت والدكتور معاها فوق. ايوه يا فندم. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور. انا جاي اطمن على مدام فوزية. نقول لها مين يا فندم؟ الرائد عامر البطران. على فكرة والد حضرتك يا دكتورة صديقي قوي، بس للأسف أنا وإنتي ما تقابلناش قبل كده. فرصة سعيدة. أنا أسعد يا فندم. ويا ترى الوالد موجود هنا؟ لا والله هو لسه نازل من شوية. حظي وحش قوي، كان نفسي أسلم عليه. عموما بلغيه سلامي. حاضر، بعد إذن حضرتك ثانية واحدة بس. هاي يا فندم اتفضلي. أنا أسفة جدا يا عمر بيه، أصلا أنا لقيتها لسه رايحة في النوم دلوقتي حالا، وأنا شايفة إن احنا نسيبها ترتاح شوية. طبعا يا فندم نسيبها ترتاح شوية، بس بعد إذن حضرتك أنا هبأجي من وقت للتاني أشقر على مدام فوزية. طبعا. أصل مدام فوزية دي غالية عندي قوي. أوكي. من فضلك يبقي سلميلي قوي على السيد الوالد. حاضر. فرصة سعيدة قوي يا دكتورة. مرسي. تصبح على خير. وأنت من أهلا. باي باي. انا عايزك تقعد بقى يا استاذنا وما تتعبش نفسك خالص. النهارده العشاء عزابي وانا الشيف، عامل لك شويه بيض بالبسطرمه هتاكل صوابعك وراهم. ده انت ابن حلال يا رؤوف، ده انا على لحم بطني من الصبح يا دوبك على لقمه الفطار، بس شويه فول ايه عجب. يلا. احسن الدكتوره بوسين تفتكر ان احنا هنغلب من غيرها ولا حاجه. شوف يا رؤوف، البيت من غير ست ملوش طعم. وش كده يا استاذنا، بقى انا عمال اوضب في العشاء من الصبح واخرتها برضو تحسسني ان انا ماليش لازمه. وانا بعمل كل ده عشان ايه؟ مش عشان كلمه تشجيع؟ ممتاز يا رؤوف والنجمه. يا سلام. لا نجمة ايه، احنا نديلك نسر. لا وحتى كمان نسر دي قليلة عليك، احنا نديلك نسر ونجمة. بعشة وبقيت مقدم حتة واحدة. حبيتها، ايوة انا حبيتها، مش قادر انسى ضحكتها. مساء الخير يا باشا. مساء الخير يا اجمل باشا في الدنيا دي كلها. بقى اذا كنت انت رايق انا بقى مانيش رايق. انا رايق ورايق ورايق ورايق، وسعادتك هتبقى اروق مني دلوقتي حالا. ليه بقى ان شاء الله؟ ابطل على مين النهارده؟ ابطل اللي كنت بدور عليه طول عمري واللي سعادتك كمان كنت بتدور عليها. انا قابلت الدكتوره يا سياده المستشار. دكتوره هدى؟ ايوه. وعرفت قد ايه انا كنت مغفل اني ما جيتش معاد يوميها. كان ليك حق تزعل مني. دي قمر. قمر يا باشا. عشان تعرف ان ما قلتليش قابلتها فين. مدام فوزيه تعبت، رجلها اتلوت، قلت اطلع شقر عليها. خبطت على الباب، الباب اتفتح، فجأة لقيت النهار طلع قدام عيني. نهار ايه اللي طلع ده؟ وشها، وشها رايق بشكل يا باشا، وشها طلع منه نور رباني كده. وعملت ايه؟ انا ما عملتش اي حاجة خالص يا باشا،
انا فجاه لقيت لساني بيتكلم لوحده ومن غير ما افكر. قلت لها اسمحي لي اطمن على مدام فوزيه كله. اه واطمنت على مدام فوزيه؟ مدام فوزيه يا باشا انا ما كنتش داري بنفسي، انا تنحت يا باشا. تنحت ده ايه يا اخي؟ انت لازم من بكره الصبح تروح تطمن على مدام فوزيه. انا من نجمه هكون عند مدام فوزيه. هو احنا لينا اللي مدام فوزيه. طب اسمع بقى، اؤمر يا باشا. انا عاوزك تخلص الموضوع ده بمنتهى السرعه حتى قبل مدام فوزيه ما تخف تكون انت ملبس اهتمام. فاهم؟ فاهم. علم علم وينفذ يا باشا. الفطار جاهز يا استاذنا، الساعه بقت 6:30. شويه نشاط بقى. ويا حلو صبح يا حلو طول برب، يا حلو صبح نهارنا فل برب. صباح الخير يا رؤوف، ايه اللي مصحيك بدري كده؟ الله الله الله، ده انت تنحسب ومحضر الفطار كمان. الحقيقه يا استاذ جميل انا ما صحيتش بدري ولا حاجه، انا ما نمتش اساسا. طب وانت يا ابني ايه اللي خلاك تطبق الليل كده؟ ما جاليش نوم والله يا استاذنا. وايه بقى اللي طاير النوم من عينيك طول الليل؟ اكيد التليفونات. ما انا عارفك طول الليل ما بطلتش تليفونات. على فكره بقى انا صرت طول الليل بمسح الارقام اللي عندي على التليفون بنضفه. ارقام ايه؟ الارقام اللي كنت بسهر ارغي معاها على الفاضي طول الليل. خلل. وايه التغيير المفاجئ ده بقى؟ اسمع يا استاذ جميل انا عايز اقول لك على حاجه كصديق، مش عشان انت استاذي ولا عشان انت مربيني. اتفضل يا رؤوف. شوف يا جيمي ولد، مش قلنا اصحاب؟ انا بحب يا استاذ جميل. يا ابني الحب ده شيء جميل، شيء حضاري. الانسان بلا حب زي قطعه جماد، لا احساس ولا مشاعر. الحب والطاقه التي تدفع بنا الى الامام. إيه الله اكبر عليك يا استاذ جميل، عالمي والله العظيم عالمي. طيب يا ترى الانسان اللي انت بتحبها دي تبادي لك نفس الشعور؟ ما اعرفش والله يا استاذ جميل. طب انت ليه ما صرحتهاش بمشاعرك دي؟ اصلا خايف ترفض. وترفض ليه؟ انت شاب محترم وابن ناس وموهوب ومستقبلك رائع ان شاء الله. تقدم ولا تخف. الحب ده عاوز نوع من الاقتحام والجسارة. طب ما تعمل فيها معروف بقى يا أستاذ جميل وتنوب عني انت في المفاوضات دي. فاكر لما كنت بتشرح لنا ثورة 19 وقلتلنا ان الأمة لما حبت تختار حد يتكلم باسمها اختارت سعد زغلول؟ طبعا. خلاص اعتبر نفسك في القضية دي انت سعد زغلول. قولها انت بقى. ما انت ما قلتليش هي مين يا ابني. قولي هي مين دي اللي شقلبت كيانك للدرجة دي؟ الدكتورة بوسينة. بتقول مين؟ الدكتورة بوسينة يا أستاذ جميل. هي لحقت دي، ما بقالهاش 10 أيام جاية. حصل إمتى؟ من ساعة ما فتحت لها الباب يوم ما كانت جاية من فرنسا. إنما أنت مختار توقيت عجيب وظروفها بقى زي ما أنت عارف. وظروفك أنت أنيل. أنا عارف، إنما الحب ملوش توقيت يا أستاذ جميل، مش ده كلامك؟ يا رؤوف يا ابني، أنا ماليش عليك أي اعتراضات، غيرش يعني شوية اعتراضات شكلية، بس المهم هي. أنا هعمل كل جهدي إن أثبت لها إن أنا جدير بيها، وأنا بدأت أعمل كده فعلاً، بطلت السهر للأبد، مسحت كل أرقام التليفونات إياها، ما بقاش فيه غير تليفونات حضرتك وتليفون الجورنال. ووالدتك مدام فوزية. لو عايزني اروح ابوس ايديها ورجليها دلوقتي حالا انا مستعد. الله الله الله، ده انت بتحب جامد قوي يا ابني. امال بهزر يا استاذ جميل. عشان كده يا ابني جبت الفلوس؟ لا يا استاذ جميل، انا ما جبتش الفلوس عشان بحب بوسينة، انا جبتها عشان بحب حضرتك انت. شوف يا رؤوف، لو عايز تسمع نصيحتي ما تصرحهاش بحبك ده في الوقت الحاضر. بوسينة ما هياش في ظروف تسمح لها انها تقيم الامور تقييم مظبوط. بوسينة في معركة، لو خرجت منها منتصرة هتقدر تسمعك وتستوعبك.
بشكل أكبر وأكتر. ولو خسرتها احتوائك ليها ووقوفك جنبها هيكون هو الطريق المفتوح لقلبها مباشرة. أنا كمان ليا طلب عند حضرتك يا أستاذ جميل. أؤمر يا رؤوف. يا ريت عشان خاطري بوسينة ما تعرفش إن أنا دفعت لها فلوس الرحلة. صباح الخير يا طنط. صباح الخير. أول مرة أنام كتير كده. أنا سبت حضرتك تنامي براحتك خالص وما رضيتش أصحيكي. طنط في واحد جه سأل على حضرتك امبارح اسمه الرائد عامر. الرائد عامر؟ ده عارف إزاي إن أنا تعبانة؟ عن إذن حضرتك. مدام فوزية موجودة؟ أيوة. قول لها مين؟ أنا الدكتورة هدى جارتها. اتفضلي. هو إيه اللي حصل؟ يونس قلقني عليها قوي. لا هي كويسة الحمد لله. اتفضل. اتفضل. ألف سلامة عليك يا مدام فوزية. متشكرة قوي يا دكتورة. ملوش لازمة التعب ده. أنا الحمد لله بقيت كويسة. أيوة يا ست المستشار، ربنا يخليك. الحمد لله أنا بقيت كويسة. مادام اتطمنا عليكي يبقى انت كمان لازم تطمني علينا. أخيرا عامر شاف الدكتورة وطاير بيها. أنا عمري ما كنت هختار له حاجة أنا مش واثقة فيها يا ست المستشار. أنا عارفة بعمل ايه كويس. الدكتورة قدامي اهي. اديها لي أكلمها أرجوك يا مادام فوزية، دي وحشاني قوي. اهلا 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 يا دكتوره. اهلا. ولا اقول لك اهلا يا دودو؟ ايه ما احنا خلاص بقينا اهل. هو احنا كان دمنا تقيل على قلبك واحنا في النادي ولا ايه؟ امال ما شفناش حضرتك بعد كده ولا سمعنا صوتك ليه؟ اه احنا لازم نتقابل بقى عند مدام فوزية بعد ما تخف ان شاء الله عشان نبارك لها ونبارك لك انت كمان. نعم. اه ما هو ان شاء الله يكون في حاجة نبارك لك عليها. طب ارجوكي اديني مدام فوزية. بقول لسعادتك ايه، انا عزمت نفسي على العشاء عند حضرتك ان شاء الله بعد ما تقومي بالسلام. ايوه. ربنا ما يحرمناش منك ويخليكي لينا طول العمر. مع ألف سلامة. مع السلامة. على فين يا عامر بيه؟ رايح المديرية يا سيادة المستشار. المديرية تتأجل وإلا قسما عظما أكلم مدير الأمن واشتكيك ليه. بقى أنا عمال أوضب من الصبح، تيجي أنت حضرتك دلوقتي تبوظ لي كل اللي أنا بعمله؟ في إيه بس يا سيادة المستشار؟ الدكتورة اللي زي القمر موجودة دلوقتي عند فوزية هانم ولسه مكلماني. مش واجب عليك بقى تطب عليهم تعمل الواجب وتاخد معاك بوكيه ورد وعلبة شوكولاتة؟ أمال إيه؟ مش فوزية هانم دي هي اللي مشغلة لك الاسم وخيرها عليك؟ أنا هروح لها النهاردة، بس بعد ما أخلص مشوار المديرية على طول. أنا عاوز إنجاز، إنجاز سريع. تمام يا فندم. أهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً. أهلاً وسهلاً. إزيك يا عمراتي؟ الله يكرمك. الحمد لله على السلامة يا شيخ إمام. الله يسلمك يا فارس بيه. البركة فيك برضه يا فارس بيه. ربنا يخليك لينا. ما تقولش كده يا عمراتي. اتفضل استريح. معلش يا إمام. إحنا أخدناك من الدار للنار كده على طول. إنما في الآخر ده كله علشان مصلحتك. الجماعة بتوع القناة كلموني وقالوا لي إن هم كانوا هيجيبوا داعية تاني علشان يقدم البرنامج الرئيسي. أنا قلت لهم لأ، أنا وعدت الشيخ إمام خلاص، بس بقى قبل ما تقابلهم عايزين نتفق أنا وإنت على خطوط رئيسية عامة. لا اتفضل يا فارس بيه. أولاً إحنا عايزين نكون خطاب ديني عصري. لازم تقرب من الشباب، لازم يحسوا إنك إنت واحد منهم علشان تأثيرك فيهم يبقى أكبر. ولا أنا بتكلم غلط يا عم راتب؟ لا لا العفو يا فارس بيه، سعادتك عمرك ما قلت حاجة غلط. انت هتلبس بدلة شيك والدقن دي هنخفها شوية، يعني هتقرب اكتر من الشباب. لا حول ولا قوة الا بالله. هو ده بقى تطوير خطاب الدين يا فارس؟ يا امان انا مش بتكلم عن المضمون. المضمون انا واثق انك هتقوم بيه على اكمل وجه، انما انا عم راتب بتكلم عن الشكل. الصورة، الصورة النهاردة بقت لا تقل اهمية عن المضمون. يا ما في لعاة بيتكلموا كلام هايل
انما شكلهم تحس ان هو من ايام العصر الفاطمي كده. لا يا امام، ده بقى اللي احنا عايزين نغيره بشكل مبدئي. الاستاذ نادر يا فندم. خليه يتفضل. ده الاستاذ نادر نور رئيس القناه ومدير البرامج فيها، جاي عشان يشوفك. تعالى يا نادر. صباح الخير فارس بيه. اهلا. صباح النور. يا اهلا وسهلا. الشيخ امام راتب. اهلا يا شيخ امام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا ما تبصلوش البصه دي، تتعقدوا ولا ايه؟ انا اتفقت معاه ان اللبس ده كله هيتغير. الحقيقه الشيخ امام فاجئني بنظرته المتفتحه وافقه الواسع ونظرته العصريه لكل الامور. احنا نتشرف بالشيخ امام طبعا، بس هو لازم يشد حيله معانا شويه. احنا خلاص اسبوعين وهنفتح، يا دوبك نعمل له دعايه ونقدمه للناس. ها هتدوا له كام بقى؟ بقول لك ايه، انا اللي بتكلم بداله. لا فارس بيه، احنا ما نقدرش على سيادتك. 30,000 جنيه في الحلقه مش كتير على الشيخ امام، بس سيادتك عارف ان احنا المحطه لسه بادئه وبنقول يا هادي. طلع العقد وما تتشطرش يا نادر، واكتب له شيك بالعربون كمان. امرك. اتفضل يا شيخ امام. اتفضل يا شطين. امضتك كريمه. امضي يا امام. وادي الشيك. ألف ألف حمد لله على السلامة يا مدام فوزية. متشكرة قوي يا عامر بيه. والله ده بابا كان عايز يجي يطمن على حضرتك. لا وعلى إيه تتعبه؟ خليني ارتاح. ما هو اطمن عليا بالتليفون. كتر خيره. طب شدي حيلك بقى، الاسم نايم على الآخر، عايزين نشتغل. اتفضل. متشكر قوي يا دكتورة، كتر خيرك. ليه التعب بس؟ لا مفيش تعب ولا حاجة. طب أستأذن أنا بقى مدام فوزية، وبيسمحي لي أطمن على حضرتك من وقت للتاني. وإذا عوزتيني أنت عارفة تجيبيني إزاي. متشكر يا عامر بيه. أنا سعيد جدا إن شفت حضرتك يا دكتورة. متشكرة قوي. أنا مش دكتورة. مش دكتورة إزاي؟ لا يعني أنا لسه هاخد الدكتورة، هناقش الشهر الجاي. لا خلاص كده هتبقي دكتورة طبعا. ما هو إحنا عندنا في الميري الرائد نقول له مقدم، والمقدم نقول له عقيد. نوع من انواع التفاؤل يعني. هو حضرتك تعرف بابا منين؟ اعرف بابا منين؟ ده ايه؟ ده بابا ده علم من اعلام مصر. بابا ده استاذ الكل، ده استاذنا كلنا. من فضلك بيسلمي لي عليه. حاضر. عن اذنك. ايه ده؟ ايه البوكس ده؟ ايه اللي جاب البوكس ده على الصبح هنا؟ امي دي عظيمة، حتى وهي رجليها تعبانة مشغلة الاسم برضه. ما تظلمهاش بس يا رؤوف، ما جايز البوكس ده جاي لحد تاني غيرها. يا يونس، يونس ايه البوكس ده جاي هنا بيعمل ايه؟ ده مأمور القسم عند مدام فوزية. هو ده الضابط اللي انا قابلته مع مدام فوزية يا عامر بيه؟ ايوه. هو سيادتك مش عارفني ولا ايه؟ انا الاستاذ جميل ابو المعاطي، قابلت حضرتك مع مدام فوزية. اهلا وسهلا. شكلك مش فاكرني. في حاجة؟ اؤمر يا استاذ جميل. هو في مشكلة ولا حاجة؟ لا ابدا، انا كنت بطمن على مدام فوزية مش اكتر. كتر خيرك. سيادتك نموذج للضابط المثالي، الاخلاقيات والقيم النبيلة. للاسف اصبحت منعدمه اليوم. طب يا سيدي متشكر قوي، سلام عليكم. اطلع يا ابني. اقول لك الحق، انا اول ما شفت البوكس الفار لقى في عجبي، قلت اكيد امي جايبه لنا. ما بلاش الظن السيء اللي جواك ده، ده انتوا عندكوا ام لو لفيت الدنيا بحالها مش هتلاقوا ضفرها. انتوا بس اللي مش عارفين قيمتها. امال عايزاني في ايه بس؟ دي اول مره تبعت لي من ساعه ما سبت البيت. الست كلمتني وقالت لي انها عايزاني، ولما عرفت ان انت عندي قالت لي هات رؤوف معاك وانت جاي. بذمتك قالت لك هات رؤوف؟ قالت لي هات الواد الزفت ده معاك. استريحت. ايه امه بتدل على ابنها، ادي كل اللي حصل. اطلع اطلع. انا هطلع بس في حماك انت.
يا ابني انت فاكرني عبيط؟ ده انا استاذك ومربيك وعارف انت جاي ليه. شفت بقى ان انا مخلص في مشاعري؟ امال انا ايه اللي هيخليني اخش عارين الاسد برجليا الا لو كنت بقى... يا ولا يا ولا يا ولا عيب يا ولا قدام. امشي امشي يا بابا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا بنتي؟ والله العظيم وحشتني جدا. لا وانت كمان وحشتيني. لا وايه الاخ كمان قاعد في ارابيزي طول الليل. ازيك يا رؤوف؟ البيت من غيرك ضلمه خرابه كئيب كابه. يا ابني احترم نفسك ونقي ملفظك. يا بنتي عايزين ندخل نسلم على مدام فوزيه لو سمحت. ليه بس؟ ما احنا لسه قاعدين مع بعض شويه. اتفضل اتفضل يا بابا. اتفضل ادخل 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 يا رؤوف. بوس ايد ماما وراسها وقول لها الحمد لله على السلامه يا امي.